ينضم إلينا هاتفيا من الرياض محلل الأسواق المالية الأستاذ ريان الخراشي. أهلا بك أستاذ ريان. أهلا مرحبا حياك الله. أهلا بك. السوق المحلي نلاحظ اليوم سهل تداولاته على تراجع بنحو 20 نقطة تقريبا، كيف تقيم تلك المستويات وخاصة أننا لازلنا في فترة إعلان نتائج الربع الثالث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السوق الآن في فترة ترقب والإعلانات لا زال، الكل يعرف أن متبقي على الإعلانات تقريبا 3 أو 4 جلسات. بعد ما تكتمل هذه الإعلانات يترقبون النتائج هذه، هل هي مجزية، هل المكرر مغري لالتقاط المراكز في هذه المستويات أو الانتظار إلى مستويات أقل. المؤشر العام وصل إلى مستويات 6900 ودخل في موجة ارتدادية إلى 7900 تقريبا، والآن في مسار أفقي بين 7950 و 7230 تقريبا. فالآن هو يصير في هذه المستويات حتى تنتهي الإعلانات، وكذلك ترقب أسعار النفط والأخبار السياسية. فحاليا المؤشر فنيا نشهده يصير في 6 أو 7 جلسات انخفاضات معقولة في حدود 20-30 نقطة ويقلص. حاليا تشكل معنا نموذج الراية، قد نشهد مستويات في حدود 8300 إلى 8400 في حال حافظنا على مستويات 7500 في الفترة القادمة. نعم. طيب أستاذ ريان، يعني لا زال المستثمرين ينتظرون إعلان بقية الشركات لإنتاج هذا الربع وبالأخص الاتصالات السعودية وموبايلي، ما توقعاتك حول تأثيرها أيضا على السوق المحلي؟ طبعا حاليا النتائج التي ظهرت تشير إلى انخفاض عن الربع العام الماضي والربع المماثل. طبعا هذا يعتبر أمر غير إيجابي، ولكن هناك الكثير من الشركات سبقت هذه الانخفاضات في النتائج بالنزول. يعني بعض الشركات شاهدناها انخفضت في حدود 70-60% من العام الماضي، وخلال 3 أو 4 شهور الماضية 30 أو 40%. فهناك شركات تعتبر سبقت هذه الانخفاضات، وصلت إلى أسعار عقلانية لا أعتقد أن تنخفض أكثر من هذه المستويات. ولكن بعض الشركات قد تتأثر تأثير وقتي فقط مع الإعلان، يعني نشهدها مجرد مع يوم الإعلان السلبي تنخفض في حدود 3 أو 4 أو 5%، وثم تستقر أو تعود تقلص هذه الانخفاض، لأن الشركة استبقت الانخفاضات هذه بالنتائج في أمور طلعوا عليها من انخفاض مبيعات، من نزول بترول، استبقوا بعض المستثمرين هذه الانخفاضات، فكانت معروفة لديهم من قبل الإعلان. ولكن هناك من لا يطلعون على هذه الأمور، فمجرد يرى الإعلان فقط فيتخذ قراره وقت نزول الإعلان في البيع، فترى انخفاض في نفس الجلسة. نعم. وبعد ذلك يعود السهم إلى مجراه. نعم. طيب نلاحظ يعني أستاذ ريان الدعم الأكبر لمؤشر السوق الأيام الماضية كانت مع إعلان البنوك لنتائج الربع الحالي، هل تعتقد بأن المؤشر مستمر في التذبذب لحين الانتهاء من إعلان جميع الشركات؟ نعم، أرى استمرار التذبذب بين 7500 و7800 حتى تنتهي جميع إعلانات الشركات، وبعد ذلك في حال استطعنا من تجاوز 7800 و15 نقطة تقريبا التي سجلت، أو 860 تقريبا التي سجلت قبل أسبوع، أعتقد مواصلة الصعود إلى مستويات 8200 إلى 8400 الفترة القادمة بإذن الله. نعم. طيب السوق المالية اليوم ذكرت أنها قد تخفف قيود الاستثمار الأجنبي وذلك للانضمام للمؤشرات العالمية، ما تعليقك على ذلك؟ الكل يعلم أن كانت الشروط على المستثمر الأجنبي شروط صعبة، وكانت الكل انصدم في هذه الشروط التي كانت رؤوس أموال كبيرة، ولكن هذا يعتبر أمر إيجابي بحال تخفيف بعض الشروط، معناته راح يكون هناك أكثر مستثمرين يقبلون على السوق وتسهيل بعض الإجراءات التي لديهم، وقد يكون هذا الأمر إيجابي الفترة القادمة بالنسبة للمستثمر. نعم. الأستاذ ريان الخراشي محلل الأسواق المالية، شكرا جزيلا لك.